السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل، فيه مزايا كتير كويسة جدا، فيه حاجات خاصة بالفيديو، حاجات خاصة بالاوديو، حاجات خاصة بالتكست. خلينا نبدأ بالفيديو واختار اول واحدة اللي هي AI افاتار. تختار بقى الشخصية او الصورة. الصورة دي ممكن تعملها على ليوناردو دافنشي او اي موقع. خلينا نقول له ابلود. وعايز اختار صورة يكون فيها اكتر من شخص، يعني مش واحد بس، لا ممكن يكون اكتر من شخص. ولكن مثلا الشخصية دي انا عملتها على ليوناردو دافنشي، قلت له انا عايز اطفال صغار قاعدين، او ممكن نختار دي. خلينا نختار دي مثلا، اوبن، ونشوف حاجة مميزة. www.com. فهو هنا بيبدأ يختار لي كذا شخصية، ممكن تختار الشخصية دي او دي او دي. دي يمكن اول مرة بتحصل ان تخلي فيه اكتر من شخص وكلهم بيتكلموا، وهنا تختار الصوت اللي انت عايزه. خلينا نكتب بالانجليزي مثلا how are you، وهنا هيقول له I am fine، انجليزي بتاع ابتدائي، تمام. وهنا هنجرب الصوت. طبعا انت ممكن تيجي هنا وتغير، لان دول اول. How are you؟ طيب ده صوت واحدة، ما عندناش مشكلة، بس عشان ايه يبقى ميل. انا كده بفلتر، عايز شيلدرين، فبيقول لي دول الشيلدرين، اختار مثلا دوت، تمام، كونفيرم. وهنا برضو تختار الشخصية اللي انت عايزها. فانت في الاخر هتعمل فيديو لكل واحد فيهم، ده تختار مرة وده تختار مرة. طيب هنا ممكن اقول له انا عايز اختار دوت او اختار دوت، وده هختار واحد تاني مثلا دوت، او خليني اختار دوت، ماشي. ويلكم. تقدر تعمل ريبليس للصورة، تقدر تعملها كروب، تقدر تعملها شينج باك جراوند، تقدر تختار اي افاتار من هنا. هو هيعمل الشفايف تتحرك مع الصوت. How are you؟ I'm fine. طيب هنبدأ بقى نكتب بقى كل واحد فيهم يتكلم جملة، تمام. دوت ممكن نخليه مثلا ده. I am Egyptian. وهنا لو انت عايز تعمل ابلود، بيقول لي لو انت حاولت تلديها تعمل، ممكن انت تسجلها او اي برنامج من برامج التسجيل. احنا شفنا كذا كذا برنامج بتديه الكلام وهو يعمل لك الصوت، او ممكن تكتب هنا وهو يعمل لك الصوت. يعني انا شايف ان دي وفرت مرحلة. طيب خلينا نقول له جنريت تيكنج افاتار، بيقول لي كمل بقى الكلام كله، او لو انت مش هتكمل اعمل ديليت، تمام. بيقول لي اكتب كلام كنت تقول شوية عشان الناس تبدأ تحس. الفكرة ان هيبقى فيه كلام، يعني ممكن تعمل حوار كامل، حتى ممكن تقول لشات جي بي تي اكتب لي حوار بين اتنين، تمام. طيب ممكن نقول له ايه ديليت، فهو هنا هيبدأ يعمل لنا الفيديو بتاعنا، هيخلي ده يتكلم شوية وده يتكلم شوية وده يتكلم شوية. وتقدر تديهم حوار طويل، يعني هو كان اعتراضه ان انا مديله جمل قصيرة، تمام. فهنبدأ بقى نشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي. هو ده في البروسيسنج، تمام. بيقول لي ان هو بياخد 10 دقايق عشان يعمل دقيقة. طب احنا دلوقتي 10 ثواني، يعني قول هياخد مثلا 100 ثانية. خلينا نشوف. لا ما خدش حاجة. خلينا نقول له بريفيو ونشوف يعني إيه. How are you Muhammad and Ali? I'm fine and you? I'm Egyptian. I'm Egyptian from Egypt and you. هي دي اللي انا بتكلم عليها، ان في اكتر من شخصية في نفس الصورة وكلهم بيتكلموا مع بعض، تمام. الفيديو ده تقدر تعمل له داونلود. تمام، تقدر تسيفه عندك على الجهاز.
ممكن تخلي مثلا في صورة لكذا مخترع وكل واحد فيهم بيتكلم عن نفسه وبيعرف بنفسه. طيب ممكن تعمل انت افاتار بصورة ليك، يعني تختار اي صورة من دول وتديها الكلام ودي تبقى الشخصية بتاعتك. ماشي، ممكن اقول له لا انا عايز بقى اعمل انا حاجة خاصة بيا، افاتار خاص بيا. تمام، فنرفع الصورة او نفتح الكاميرا ريكورد ويب كام، ويبقى انت عندك الشخصية خاصة بيك. طبعا المجاني بيبقى ليه امكانيات محدودة، اللي هو بفلوس هتكون مفتوحة لك كل الامكانيات. خلص نقول له عمر ونختار بقى الشخصية بتاعتي. هو عايز فيديو، عايز فيديو عشان يبدأ يراقب الحركة ويفهمها والحاجات دي كلها. المفروض ان انا افتح الكاميرا، بس هي شغالة على البرنامج اللي بيسجل، فبسجل من 10 ثواني لعشر دقايق، وساعتها اقدر اكتب اي كلام، يعني اخد قصة كاملة واحطها ويبدأ ان هو يحكيها كأن انا اللي بحكيها. تمام، فتقدر تعمل فيديوهات كتيرة بالشكل دوت، يبقى ليك زي توأم رقمي، وتختار بقى اللغة واللهجة والسن وكل حاجة. ساعتها انت كده عملت افاتار خاص بيك. تمام، دي من ضمن المزايا. بقول لكم الموقع ده ممتاز جدا، في حاجات ما شفتهاش بالجودة دي في موقع تاني. في AI Voice Over، هتديله تكست ويخلي شخصية من الشخصيات تقولها. فتخيل ان انت بقى عندك مثلا كتاب وعايز تقراه او حد يقراه لك، فانت ممكن تديله وتسمع بقى البودكاست او او الصوت اللي موجود. ماشي، فتقدر تكتب بقى اللي انت عايزه. ممكن اصلا تقول له انا عايز الذكاء الاصطناعي يكتب لي موضوع معين، فهو بقى يكتب لك القصة كلها، وتختار الصوت اللي انت عايزه والسرعة ونوع الصوت، ويبقى عندك الحاجة الخاصة بيك. تمام، وبعد كده تعمل اكسبورت. تمام، وعندك ساوند افكت تقدر تضيفه، ميوزك. تمام، تقدر تضيف اي موسيقى انت عايزها، فدي برضو من الحاجات الجميلة جدا. طبعا ده ممكن تستعين بكذا موقع عشان واحد يعمل لك الصورة، زي مثلا ليوناردو او اي واحد تاني، حد يعمل لك التكست وهكذا. لكن انا صراحة شايف ان انا دخلت على الموقع على طول واستفدت منه كتير. طيب تعال نقول له هوم. طبعا هنا في ترجمة، يعني عندك فيديو فتقول له خد الفيديو ده واديني السكريبت بتاعه، او عندك فيديو وتقول له بقى ترجم لي الفيديو ده لاكتر من حاجة. يبقى انا ممكن عندي فيديو حلو مثلا لشيخ شعراوي، فاقول له خد الفيديو ده وترجمه للغات كلها، فتختار اللي انت عايزه وتقول له ده بالعربي خليه لي بالصيني، خليه لي بالكوري، خليه لي باي لغه انا عايزها. تمام، ف يعني هتلاقي مزايا كتيره جدا في الفيديو، الفيديوهات اهيت، الصوت يعمل لك الفويس اوفر، والتكست ممكن يترجم لك، يكتب لك، يعمل سبتايتل، يعمل ترجمه، كل ده موجود في الموقع الجميل دوت. اتمنى يعجبكم.